في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على بيئة عراقية سليمة خالية من التلوث، عقدت جمعية المهندسين العراقيين مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة، والذي يهدف إلى إيجاد طاقة صديقة للبيئة بديلة عن مصادر الطاقة التقليدية. طبعا صارت مساهمات كثيرة من قبل الجامعات، من قبل وزارة الصناعة، وعندك وزارة العلوم والتكنولوجيا بنصب أجهزة تطبيقية عملية للطاقات المتجددة، ومثل ما تشوفون قبالكم يعني عندك أجهزة سخانات شمسية، عندك أجهزة مضخات تعمل على الطاقات الشمسية، هاي كلها تساهم في رفد الصناعة العراقية، تساهم في تقليل الكلف على الدولة وتقليل الكلف على المواطن. لشعب 40% منه دون خط الفقر يحتاج الطاقة المستدامة أكثر من ما يحتاج أي شعب وأي مكان آخر، لأنه توفير الموارد المادية لأجل تأمين خدمات مثل الكهرباء مثل غيرها بأسعار بسيطة ورخيصة ومن مواد محلية أو من موارد محلية، موارد إذا كانت بشرية أو غير بشرية، أن تأمن حياة جيدة من هذه الموارد الوطنية أصبح ضرورة وطنية ملحة. من جانبها هيئة الاستثمار ووزارة الكهرباء وغيرها من المؤسسات رحبت بهذه الخطوة، معربين عن نيتهم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ووضع خطط واستراتيجيات للعمل بهذه الطاقة في العراق مستقبلا، بما لها من فوائد اقتصادية إضافة إلى أنها متوفرة وغير مكلفة. احنا اليوم سعداء أن جمعية المهندسين العراقية العريقة تبنت هذا الموضوع. احنا فيما بعد المؤتمر قلنا لكل الشركات سواء كانت أو مراكز البحوث، أي شيء اللي ممكن أن يتسوق، أي شيء اللي ممكن أن يستثمر، الهيئة الوطنية للاستثمار سعيدة أن تأخذ باليد مع مستثمرين وطنيين مستثمرين أجانب حتى نتوسع بهذا الجانب. وزارة الكهرباء جادة بشكل كبير لتوسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، كونها تنجز هدفين: الهدف الأول أنه الطاقة الشمسية ممكن أن تكون في المناطق النائية التي لا يمكن أن تصل إليها الطاقة الكهربائية. وتضمن المؤتمر عرض بحوث ومشاركات الجامعات العراقية في بغداد ونتاجات الطلبة لإطلاع الجهات المعنية عليها لغرض الاستفادة منها، فضلا عن مواكبة التطور العلمي الحاصل في مجال الطاقة المتجددة. ويسعى مؤتمر الطاقة المستدامة إلى التوجه نحو استخدام الطاقات البديلة كالشمسية والمائية وطاقة الرياح بهدف تقليل الاعتماد على الوقود ومشتقاته. من بغداد.